الجهاز الفني للوصل الإماراتي في رحلة إخراج لاعبيه من تأثرهم النفسي بعدما تلقوا خسارة غير متوقعة أمام النصر في ديربي باردوبي بقيادة ريجي كامب الذي حقق معه 4 انتصارات و2 خسارات منذ التحاقه بالإمبراطور. ويسعى الروماني لعلاج الأخطاء الدفاعية المتكررة في الفترة الأخيرة للوصل المتلقي آسيويا خماسية الزوراء وخماسية شباب الأهلي دبي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وأخيرا على الخسارة من النصر ب4 أهداف مقابل 2 رغم التألق الواضح للحارس حميد عبد الله. طبعا مباراة بتكون مهمة جدا خاصة للوصل الإماراتي لإعادة هيبته خاصة اللي ضاعت في الدوري المحلي، وأيضا مباراة الأخيرة اللي كانت مع الزوراء، ففوز مهم جدا يوصل إلى 6 نقاط يمكن تصدر فيها في المجموعة رغم الغيابات الموجودة. نحن ثقة إن شاء الله بفريق الوصل أن يقدم مباراة طيبة ويحرز 3 نقاط وإن شاء الله صدارة المجموعة يا رب. المواجهة الآسيوية لن تكون سهلة على الإطلاق للذهبي، خصوصا أنه سيفقد جهود مهاجمي البرازيلي فابيو ديليما الموقوف لمباراتين بسبب طرده في مباراة الزوراء والذي سيعوض علي صالح، كما سيغيب البرازيلي فينيسيوس ديليما غير المقيد آسيويا، بما يعني أن الوصل سيخوض مباراة ذبهان بأجنبي واحد هو كايو كانيدو مع احتمال عودة وسط الميدان البرازيلي رونالدو مينديز. طبعا مباراة صعبة راح تكون، الفريق يملك 3 نقاط وفارق نقطة عن التصدر عن الثاني، إن شاء الله الفوز يعطينا خطوة كبيرة للتأهل من المجموعة، وأعتقد المباراة بين أرضنا وبين جمهورنا والفريق قادر الفوز في هالمباراة، خاصة أن طالع من خسارتين، خسارة آسيوية ثقيلة وخسارة أيضا في الديربي مع النصر، وإن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله. في الطرف الآخر ذوب أصفهان الإيراني الذي وبدوره يتواجد هذا الموسم وعلى غير عادته في المركز 10 في الدوري المحلي، وضع غير مريح للفريق الإيراني المتعثر مؤخرا فوق ميدانه سلبيا مع آخر ترتيب زيدرو داريشت، سيتفرغ لنزاله الآسيوي بمجارات الوصل وهمه المحافظة على الصدارة التي اعتلها بعدما قلب الطاولة على النصر السعودي في موقعة درامية. حمزة بن جدو صدى الملا.